السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء، ألتقيكم مرة أخرى. أنا صديقكم هايك دانيال، دليل سياحي في أرمينيا ومنظم باكيجات سياحية. اليوم نظمنا مغامرة جديدة من مغامرات أرارات للسياحة. سبق وأن نظمنا رحلات سفاري في منتجع جيرموك، لكن الرحلات التي نظمناها كانت في فصل الربيع وفي فصل الصيف وفي فصل الخريف، لكن الرحلة التي اليوم نظمناها كانت صعبة جدا. لماذا صعبة؟ ابقوا معنا لتتعرفوا عليه. عزيزي أعزاء، إن كنت أول مرة تزور قناتنا قناة أرارات للسياحة، أدعوك للاشتراك بقناتنا لتتمكن من متابعة كل تقاريرنا. كيف ستشترك بقناتنا؟ الاشتراك يتم بمجرد ضغطك على الزر المكتوب عليه سبسكرايب أسفل الشاشة، أو بالعربي يكون مكتوب اشتراك. ولا تنسى أن تفعل زر الجرس ليصلك الإشعار بأننا نشرنا تقرير جديد. إذن لنتابع مغامرتنا لهذا اليوم. المغامرة هي رحلة سفاري بين الثلوج للوصول إلى ينابيع المياه المعدنية. مغامرة كانت صعبة للغاية. احنا سبق وأن صورنا لكم رحلات السفاري اللي ننظمها في منطقة جيرموك، وصورنا لكم الطريق، لكن معظمها كان في فصل الصيف أو فصل الربيع. اليوم احنا في فصل الشتاء، راح نصور لكم الطريق شلون صاير، كلها ثلوج متجمد الأرض وقسم قناة طين، فبدل ما نشرح لكم اياها راح اصور لكم الطريق. هذا الطريق اللي يؤدي إلى ينابيع المياه المعدنية. هذه سيارتنا، أنا ترجلت حتى أصور السيارة والطريق. راح نسلك هذا الطريق. توقفنا هنا، السائق مالنا حتى دا يكسر الثلج، لأن هنا شوية مكان صعب يكسر الثلج، حتى من نروح بالرجعة نقدر نرجع بسهولة. شوفوا الثلوج. أنا متأكد اللي دا تشاهدونا مشاركين في رحلات سفاري وخصوصا بالخليج العربي، لكن الفرق هنا السفاري في أرمينيا تختلف عن السفاري في
الخليج العربي خصوصا في الامارات. هناك السفاري مالكم تكون على الرمال بين الكثبان الرمليه. هنا أنا لا، شفتوا الطريق وعر بين الوديان، نعبر من النهر نطلع من النهر وبين الثلوج في الشتاء. هذه الطفلة أعتقد تعرفتوا عليها البارحة، موزة قدمت من الإمارات العربية مع عائلتها. البارحة تكلمت كنا يم شلالات جرموب، اليوم راح تتكلم لكم عن رحلة السفاري. راح أسألها شو تقول رد أفعالها. موزة عزيزتي، حلوة الرحلة مال اليوم يوم مال البارحة؟ حلو مال اليوم وبارحة. تقول مال اليوم ومال البارحة. اليوم شوية صعب، تعرفين هسه وين نروح احنا؟ رحلة سفاري، نزور ينابيع المياه المعدنية. المياه المعدنية، ينابيع المياه المعدنية. يلا نشكر بنتنا العزيزة وإن شاء الله تستمتعون. هم خايفين من الطريق؟ الطريق يخوف؟ ما يخوف. عندك صديقات بالإمارات؟ تقولي لهم تعالوا يا أهاليكم الأرمينيا؟ عافية عليك. تعالوا يا أرارات السياحة يوديكم أماكن غريبة. تقول لكم تعالوا مع أرارات السياحة يودوكم أماكن غريبة. يلا نشكر تموزة. يلا هنا هيئنا الطريق، فتحنا المجال لنا حتى نقدر نمشي، ورشينا بعض الرمل أمامنا حتى السيارة لا تزلق. راح نستأنف رحلة السفاري إلى ينابيع المياه المعدنية، ابقوا معنا. وهكذا وصلنا إلى الهدف، انتهت رحلة السفاري. الطريق طبعا في بعض الأماكن ما قدرت أصورها لأنه بصراحة كنا كل واحد لازم من صفحة خايفين لا نغرق لا نوقع بين الثلوج. هكذا وصلنا إلى هدفنا في رحلة السفاري لهذا اليوم، مخترقين الوديان والأنهار والثلوج، وصلنا إلى ينابيع المياه المعدنية. هذه احدى تلك الينابيع، درجه الحراره بين 34 الى 38 40 درجه مئويه. هسه اذا نشوف الجوانب كلها ثلج، شوفوا المنطقه مغطاه بالثلوج كلها، وهذا الماء هنا 34 او 38 الى 40 درجه مئويه. لدينا تقارير أخرى عن رحلة السفاري لكن في الصيف وفي الربيع. بإمكانكم أن تتابعونا رحلات السفاري على اليوتيوب من خلال قناتنا، قناة ارارات للسياحة. ألتقيكم في تقارير أخرى. كان معكم هايك دانيال، إلى اللقاء. يلا يلا، ثلاثة اثنين واحد، هوب.
إن أعجبكم التقرير أرجو أن لا تبخلوا علينا بلايك، ولا تبخلوا علينا بالاشتراك، وإن رغبتم التعرف أكثر على نشاطات أرارات للسياحة أو كيف ستقضي 7 أيام في أرمينيا مع أرارات للسياحة، بإمكانك أن تضغط هذا الرابط الذي في الأسفل. وإن رغبت أن تتعرف على رحلة السفاري في فصل الربيع أو في فصل الصيف، أدعوك لأن تضغط هذا الرابط وتتابعه. وللاشتراك بقناتنا بإمكانك أن تضغط هذا الرابط، ولا تنسى أن تضغط هذه الدائرة البيضاء لتجد فيها العديد من الفيديوهات التي نقترح عليك أن تتابعها. ألتقيكم في تقرير آخر، وإلى اللقاء.